السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك وللضيفين الكريمين. بداية رحم الله للشهداء، خصوصا الاثنين اللي تبعناهم أمس من طب الهندسة لإزالة الأرغام. ثاني شيء نشوف من خلال المتابعة إن هم يعني تم تلغيم المدنيين، يعني مش في الحرب أو في القتال، منازل مدنية. شفنا من الأشياء الغريبة اللي هو تلغيم ألعاب الأطفال، يعني يظهر من خلالها كمية الحقد والكراهية. مؤخرا سمعنا أن تلغيم التموين، يعني السكر والدقيق والزيت، تلغيم أماكن اللي هي الغاية منها إسقاط أكبر عدد من الضحايا المدنيين من النساء والأطفال، نهيك عن الأضرار المادية الجسيمة اللي هي في المنازل وممتلكات المواطنين. طبعا في اللي هي أيضا رحم الله الطبيبان اللي هو طبيب محمد بن عليوة وعبد الملك زروب، اللي تم تلغيم الجثة، يعني هم يذهبوا يتركوا جثتهم ملقاة، وإحنا بارك الله فيه في الطب الميداني يقوموا بدفن جثتهم، فتشهدوا أثناء رفع جثة. أيضا من الغريب اللي شاهدناها جثة ملغمة.